بنضم لنا من رام الله اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية. أهلا وسهلا فيك معنا سيد واصف. أهلا ومرحبا بك سيد واصف. إذا كنت تسمعني، نسأل اليوم بعد 12 يوما والاحتلال الإسرائيلي يحاصر شمال القطاع ومخيم جباليا تحديدا، ماذا يريد الاحتلال من هذا الحصار؟ يعني بالتأكيد أخي غيث، الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول أعلن عن أهداف معلنة وأعلن عن أهداف وبدأ بتنفيذ أهداف غير معلنة. الأهداف غير المعلنة هي تهجير الشعب الفلسطيني وقتل أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين، وهذا جاء على لسان نتنياهو الذي قال أنني أصحح أخطاء أسلافي الذين لم يقتلوا الشعب الفلسطيني عام 1948 ولم يهجروا الشعب الفلسطيني عام 1948. وانتقد شارون لأنه وقع اتفاقية فصل قطاع غزة، ويعني أيضا تحدث عن رابين ولام رابين لأنه وقع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. فبالتالي يعني نتنياهو الذي قال منذ اليوم الأول لا تحدثوني عن الإنسانية ولا عن القوانين الدولية، يعني هو الذي أعطى أوامره للجيش الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر على مدار 376 يوم. لم ينجح الجيش الإسرائيلي في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإجباره على النزوح والهجرة خارج قطاع غزة، فلذلك الآن انتقل إلى شمال قطاع غزة تحت عنوان خطة الجنرالات الإسرائيليين التي تقول بإنشاء منطقة عسكرية مغلقة في شمال قطاع غزة، تغيير واقع ديموغرافي وجغرافي في شمال قطاع غزة بمعنى قتل أكبر عدد ممكن، تهجير ما تبقى منهم، والسيطرة على شمال قطاع غزة تمهيدا للسيطرة على كامل قطاع غزة إذا نجحوا في هذه الخطة. نعم. صحيح أن هناك يعني مجازر، هناك إبادة جماعية ترتكب ومنذ 12 يوم، وللمرة الثالثة على التوالي يتعرض شمال قطاع غزة إلى هذه المجازر، إلى هذه الجرائم. وبالمناسبة يعني في سبعينات القرن كان شارون ينوي تنفيذ هذا المخطط ولكنه لم ينجح. نعم. وأنا أعتقد أنه الشعب الفلسطيني صحيح أنه وصل إلى مرحلة من العياء، من التعب، من الإنهاك، من حرب التقتيل، من حرب التهجير، من حرب التجويع، ولكنه متمسك بأرضه. وأنا أعتقد أنه المقاومة الفلسطينية وإمكانياتها المتواضعة يعني تفرض على الجيش الإسرائيلي عدم قدرته على السيطرة وعلى الثبات وعلى تنفيذ هذا المخطط كما يشاء. نعم، يعني رغم الحصار اللي بتفرضه قوات 401 من الجيش الإسرائيلي وحدوث الاشتباكات بينها وبين عناصر المقاومة في ظل وقوع القوات الإسرائيلية في كمائن بشمال غزة، ما الذي يعني ذلك؟ يعني شوفي، الفرقة 162 ومنها اللواء 401 الذي انطلق إلى شمال قطاع غزة من أجل تنفيذ هذه المهمة، مهمة يعني خطة الجنرالات وتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه والسيطرة على المنطقة، ويعني إعلانها منطقة عسكرية مغلقة والقضاء على المقاومة الفلسطينية. أنا أعتقد هذه الأهداف التي أعلنت منذ اليوم الأول، القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية، لم يحققوا هذه الأهداف. الآن ينتقلون إلى أهداف أخرى، لأن هناك مستوطنين الآن يلحون على القيادة السياسية والقيادة العسكرية الإسرائيلية بأنهم يريدون العودة إلى منازلهم، وقدرتهم على العودة إلى منازلهم في مقابل شمال قطاع غزة لا يمكن إذا كان هناك شعب وإذا كان هناك مقاومة. وهذا ما تريد الفرقة 162 واللواء 401 والألوية الأخرى، ولكن أنا بتقديري يعني بقاء الشعب الفلسطيني متمسكا بأرضه وصمود المقاومة الفلسطينية واستبسالها وإيقاع خسائر في صفوف الجيش والضباط والأليات، والخسارة الأكبر أنا بتقديري هي الصدمة النفسية التي تلحق بالجنود والضباط الإسرائيليين، حيث يتحدثون نعم. عن أن هناك أكثر من 15,000 حالة صدمة نفسية يعيشها الجيش الإسرائيلي. إذا نحن نتحدث عن كيان مبني على القوة العسكرية، هذه القوة العسكرية إذا ما ضربت بجيشها وبقواتها أنا بتقديري
لن تستطيع الثبات والسيطرة وتحقيق الأهداف. هل تعتقد سيد واصف أن ما ينفذه جيش الاحتلال في شمال القطاع وإن نجح بذلك رغم أن كل المؤشرات تقول لا، هل ستكون البداية ويطبق خطة الجنرالات في مناطق أخرى من القطاع؟ يعني برنامجكم أخي غيث بصراحة، وبصراحة يعني الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم. يعني الشعب الفلسطيني صحيح أنه قادر على التحمل، ضحى كثيرا منذ 76 عام وصبر وتحمل كل هذه العذابات، كل هذه الدماء، كل هذه الدموع، ولكنه بحاجة إلى أقل ما يمكن من إخوانه، سواء كان العرب للضغط على المجتمع الدولي، أقل ما يمكن أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية أدوات القتل، لأنه ما يقوم به الجيش الإسرائيلي وليس قتال. الجنود والضباط لا يقاتلون جيشا في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين، يلاحق الأطفال، النساء، الشيوخ، يدمر البنية التحتية، كل هذا من خلال يعني القذائف والمعدات الأمريكية. إذا ما تم الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وأوقفت إمدادها للكيان الصهيوني، أعتقد أنه الشعب الفلسطيني ومقاومته كفيلان بالتصدي وبالصمود، كما صمدوا وصبروا على مدار 76 عام وعلى مدار 376 عام الآن و12 يوم في شمال قطاع غزة، قادرين على الصبر وعلى الصمود والتحدي، ولكن كما قلت بحاجة إلى دعم. صحيح. بحاجة إلى وقف أدوات القتل. نعم. على إسرائيل. صح. نعم سيد واصف، يعني في حديثنا بأنه مناطق الحصار فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني وجميعهم يقولون بلسان واحد لن ينزحوا من المكان، يعني هل هذا يعني بأننا يعني سنقبل على عدوانية أكثر من الاحتلال ومجازر أو نكبة؟ ما هو المشهد القادم اليوم في ظل هذه الصورة؟ يعني الفلسطيني مدفوع للموت من أجل الحياة حقيقة. يعني منذ اليوم الأول أعلن الجيش الإسرائيلي وطلب من أهالي قطاع غزة النزوح من شمال قطاع غزة إلى غزة، ومن ثم إلى وادي غزة، ومن ثم إلى الجنوب، وحاولوا من خلال حرب الإبادة الجماعية ومن خلال المجازر التي ارتكبوها أن يهجروا الشعب الفلسطيني إلى خارج قطاع غزة باتجاه سيناء. وحينما تمسك الفلسطيني بأرضه وتحمل كل هذه المجازر وكل هذه الجرائم، تحول الاتجاه إلى الآن تقطيع الأوصال. فأقاموا محور نت سريم ليفصلوا شمال قطاع غزة عن وسطها وعن جنوبها. وأقاموا محور فيلادلفيا ليغلقوا الحدود ما بين قطاع غزة وما بين إخوانه في مصر. الآن يريدون إقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك إذا ما نجحوا في هذا المخطط سينتقلون إلى الوسط ومن ثم إلى الجنوب. الشعب الفلسطيني واعي تماما لكل هذه المخططات. صحيح أن إمكانياته بدأت تتراجع كثيرا، وهناك يعني عذابات لحقت بهذا الشعب. أنا أعتقد ما يتحمله الشعب الفلسطيني على مدار 376 يوم من حرب إبادة جماعية ومن مجازر لم يتحملها شعب في التاريخ، يعني لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية. ومع كل ذلك يخرج من تحت الأنقاض ويقول أرضي لن أبرحها وأنا متمسك فيها. والمقاومة بإمكانياتها المتواضعة يعني توقع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي وتحرم من السيطرة والثبات على الأرض وتبقيه في حالة دفاع عن النفس. ومعروف عسكريا ما دام الجندي والضابط في حالة دفاع عن النفس لن يستطيع تحقيق الأهداف المرجوة منه. في سياق متصل سيد واصف، وفي إطار الحديث عن الرد الإسرائيلي اليوم بعد نشر مضادات ثاد، يعني هل بات الرد وشيكا على إيران؟ يعني أعتقد أنه بالأمس كان هناك اجتماع للقيادة الإسرائيلية استمر على مدار ثلاث ساعات. قيل في هذا الاجتماع أنه تم تحديد الأهداف. طبعا نحن نعلم أن هناك أهداف، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل بعدم تنفيذها، وخاصة استهداف يعني المشروع النووي واستهداف يعني الطاقة. نعم. في إيران. فبالتالي إذا كان هناك فعلا بنك أهداف تم اعتماده، ولكن يعني اللافت أن نتنياهو لم يطلب في هذا الاجتماع الموافقة على تنفيذ هذه الخطة أو تنفيذ بنك الأهداف أو تحديد التاريخ المعين. الآن صواريخ ثاد بحاجة إلى أسبوع أو ربما أكثر حتى يتم نصبها وحتى تتم جاهزيتها.
وهناك أيضا الانتخابات الأمريكية. فبالتالي هل سيذهب نتنياهو إلى هذه الضربة قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات؟ ومن ثم هل سينتظر نتنياهو الظروف الملائمة لتنفيذ هذه الضربة؟ هناك محددات صحيح، ولكن نتنياهو يعلن دائما وأبدا أنه جاهز وأنه مصر على تنفيذ هذه الضربة، وبالمقابل الإيراني يعلن أنه في حال تلقى ضربة من إسرائيل سيكون هناك ضربة أقوى وأشد من الضربة الأولى. فبالتالي نحن أمام سيناريوهات متعددة، أقلها أن نتنياهو يريد يعني يريد جر المنطقة إلى حرب أوسع، وربما إلى حرب إقليمية، وربما أكثر من حرب إقليمية. نعم. بدي أشكرك كل الشكر اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات، الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا من رام الله عبر سكايب، وهذا الحديث المستمر ضمن برنامج بصراحة حول تطورات الأحداث في قطاع غزة. كل الشكر لك سيدي على هذه المعلومات وهذه القراءة في التطور العسكري والسياسي فيما يتعلق بالحصار المطبق على شمال القطاع وتطورات الأحداث في المنطقة، والحديث عن الرد الإسرائيلي على إيران.